إليها. شكرا جزيلا سي ابراهيم الخليل. بطبيعه الحال ان هذا اللقاء الدوري كما اشرت ياتي في اطار الاستراتيجيه الجديده لرئاسه الجمهوريه في اطار هذه التوجهات لاقامه وتعزيز الاتصال المؤسساتي سواء من خلال لقاءات رئيس الجمهوريه الدوريه او من خلال حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لصالح رئاسه الجمهوريه او من خلال بطبيعه الحال كامل التصريحات التي تصب في هذا السياق. المسألة الثانية أن هذا اللقاء أيضا جاء كاستجابة لانشغالات المواطنين وكرد على العديد من الأمور سواء في إطارها الداخلي أو حتى بعض الأمور الخارجية التي أصبحت ربما في حاجة إلى توضيح وفي حاجة إلى إماطة اللثام عليها. أما فيما يتعلق بالمستوى الثالث أن رئيس الجمهورية شخصيا هو من يقوم بالرد على هذه الانشغالات من خلال طبيعة الحال هذه اللقاءات الدورية ومن خلال التنويع ربما مؤسسات الإعلام بين مؤسسات خاصة ومؤسسات عمومية أو أيضا بين صحافة مكتوبة وصحافة مسموعة وصحافة مرئية وربما حتى صحافة إلكترونية. وبالتالي أنه هذه التقاليد الجديدة في رئاسة الجمهورية تؤكد دائما على أن رئيس الجمهورية على اطلاع واسع بمجريات الأمور وأنه يتحسس ربما انشغالات المواطنين وتأتي هذه اللقاءات كاستجابة وكإجابة مباشرة من طرف رئيس الجمهورية على انشغالات المواطنين. وأعتقد أن هذا اللقاء الذي كان جريء وجريء جدا تعلق برهن الشارع الجزائري خاصة أمام يعني الارتفاع ربما الكثير من مواد الاستهلاك الواسع من حيث السعر أمام ربما اهتزاز القدرة الشرائية بالنسبة للمواطنين وغيرها من الانشغالات كما أشرت داخلية وخارجية. لكن اليوم نجد رئيس الجمهورية يجيب عليها بكل جرأة ويطمئن المواطنين الجزائريين بأن السلطات العليا في البلاد تحرص دائما على الحفاظ على كرامة الإنسان الجزائري وعلى هيبة الدولة الجزائرية.